عواد يقول حصلوا لي بالله، يقول انا من ناحيه تل عبطه قريه الدحيله، يقول مشكلتي مع ضابط بالجيش العراقي امر فوج هسه انا ما اريد اقول اسمه، اخذ من بيتي اكثر من 4500 بلوكه، وحاليا ساكن وبيوتنا لا يطلع منه نريد فزعتك، فرقه 20 لواء 43 الفوج الثاني بلطوني يا العواد. عفوا عواد شلونك؟ هلا الله يسلمك على استاذي. هلا اقول لك عواد، شنو ماخذين منك بلوك؟ نعم استاذ، هذه عندنا مشكله، احنا اكثر من 12 بيت، وعندي رساله ممكن وتوصلونا للرئيس اركان الجيش، الوزير الدفاع، القائد الفرقه، ايه؟ نعرف منه بعض التصرفات، نعرف انه بعض التصرفات يعني تجي من دون الضباط الكبار، اي لكن هذا ظاهر يعني الامر صار. شنو قضيه البلوكات؟ من منبركم هذا اول شيء، من منبركم هذا استاذ نجم، تحيه لك ولقناتكم وللمستمعين جميعا، اي من منبركم هذا احيي ابطال القوات الامنيه بكل صنوفها، واخص منها الجيش العراقي. فوت لي بالمشكله، انا عندي دقيقه بعد عواد، عندي دقيقة واحدة لحماية المواطنين، أي. ولا ننكر فضل الجيش العراقي، ولكن استاذ احنا نحن أهل قرية من قضاء الحظر، قرية الدحيلة قضاء الحظر ناحية تل عبطة 26 كيلو عن تل عبطة بالاتجاه الغربي، صارنا 4 سنوات مهجرين، سكن الجيش عندنا هناك وخذ بيوتنا وقعدوا بهن، يعني قعدوا بالبيوت، وظلينا احنا بدون بيوت، ما نقدر نرجع على البيوت، والفوج موجود حاليا، جيناهم طالبناهم، يعني يقول لك الامر مو بيدي، هذا صار موقع من الوزاره، روح غيره، يعني الان الجيش قاعد ببيوتكم وانتم مهجرين تردون ترجعون والضباط والجيش ما يعطوكم البيوت؟ لا لا لا، يعني ما ينطونا، يقولون هذا الموقع صار موقع وزاري فما يتغير ولا يتحول الفوج الا من الوزاره. ادري هم قاعدين ببيوتكم يا عواد، عواد عيني. نعم. الان الفوج هذا، نعم، اللي هو فرقه 20 اللواء 43 الفوج الثاني، نعم، الان قاعدين ببيوتكم؟ نعم ببيوتكم. نعم، ويقول، نعم، لكم هذا الامر صار لهم اكثر من 4 سنوات، وانتم تردون ترجعون وذولا ما يطلعون؟ ما يطلعون. واستاذ نجم احنا الحين حاليا امر الفوج الموجود هو اللي ما ادري اذكر اسمه، يعني لو انه رجل طيب معنا، هذا اللي هسه موجود، أي. هو جاسم ظاهر الزقروطي، هذا رجل صراحه رجل شجاع وصاحب موقف معنا كنازحين، رفع اكثر من كتاب للمراجع يريد يحاول انه يخلي بيوتنا لنا، تعاطف معنا، فما اكو جواب والله. لا يصير لك جواب، يعني هو يصير لك جواب، ما يصير لك جواب. انا راح اخاطب السيد سكرتير الرسمي للقائد العام للقوات المسلحه وكذلك الاخ السيد وزير الدفاع، وانا متاكد انه القائد العام للقوات المسلحه سوف ارسل هذا المقطع الى السيد القائد العام للقوات المسلحه، وانا متاكد الكاظمي لو يدري سيد القائد العام والله الصبح يشيلهم زين. بس قل لك، اقول لك انا عارف انه التصرفات هذه، عارف انه التصرفات هذه من دون علم رئيس اركان الجيش ومن دون علم رئيس الوزراء ومن دون علم وزير الدفاع. قبل ان اختم يعني اقول لك شنو تقول؟ نعم. ماخذين بيتك 4500 بلوكه هي عايزة؟ نعم، هذا أول ما جاء، نعم أستاذ أختصر لك، أول ما جاء الفوج قبل 3 سنوات جاء الآمر الفوج هذا وقعد ببيوتنا، وبعد ما قعد خذ من بيتي 6000 بلوكة وزعهن، سواها مقاطل للجيش، وبعض الجود جرفهن، هو هذا اللي أرسلت لك اسمه. أما آمر الفوج الحالي الموجود، لا، رجل لم رجل ما تعرض بيوتنا، ورجل موقفه معنا شريف، سيد قائد الفرقة واللواء أو الفوج، لكن اللي قبله اللي أنا ذكرت أسماءكم، آمر الفوج اللي قبله أول واحد، قائد الفرقة 20، نعم، أو آمر اللواء 43 أو آمر الفوج الثاني، أنتوا فعلا عندكم أمر، نعم، وزاري ومن مكتب القائد العام أو أمر آخر
أنه تأخذون بيوت الناس تقعدون بيها مهجرين؟ إذا كان عندكم هذا الأمر فتلك مصيبة، وإن لم يكن لديكم هذا الأمر فالمصيبة أعظم. دولة الرئيس سيادة القائد العام للقوات المسلحة، هذا التليفون موجود عندي، وأريد من دولتك ومن حضرتك، وأنا أعرفك والله أنت ما تقبل بالظلم أبو هيا، أنا راح أدز لك المقطع وحقق بهذا، لأنه أنا أدري كثير قضايا الناس تتصرف بدون علمك وبدون علم وزير الدفاع أو حتى رئيس أركان الجيش، لأنه الدولة تصرف فلوس حتى ترجع النازحين، نكتشف أنه الجيش يقولون أنه هاي أوامر عليا ماخذين بيوت الناس. الشباب يقولوا لي الوقت خلص، أنا أعتذر من الجميع، لأنه هذا اللي أقدر أنا أغطيه.